مرحبا بكم من جديد في التاسعة مساء. التحقنا الحديث على مصادقة القانون الانتخابي للانتخابات البلدية. سي معز بوراوي رئيس جمعية عتيد. سي معز مساء الخير، مرحبا بكم معنا في التاسعة مساء. قديش ضدك؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة ضدك على المرزوق، لكن شنو رأيك في تصريحات المرزوق؟ قل لي شنو رأيك فيسا 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 خمسة أوكا خمسة باش تفهم شوية. هاو نعمل في السياسة، مانيش في الحكم، مجتمع مدني، مجتمع مدني، مجتمع مدني. المصادقة على القانون الانتخابي للانتخابات البلدية في هذا التقرير ثم نعود. بعد أكثر من 7 شهور من الجدل حول مشروع القانون الانتخابي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، تم الجمعة اللي فاتت التصويت على هالقانون بأغلبية 139 صوت معه، بعد ما تم التوافق داخل الكتل البرلمانية على تمريره، خطوة يعتبرها البعض مهمة في تكريس مبدأ اللامركزية اللي نص عليه الدستور. مكسب كبير أن نصوتوا على القانون الانتخابي، هو استكمال للانتقال الديمقراطي، مش يفتح لنا الباب لتنفيذ ما جاء وتفعيل ما جاء في الدستور حول اللامركزية اللي مش تبدأ بالانتخابات البلدية. اللامركزية مسار مش يكون صعيب معقد، ولكن مش يعطي للمواطنين الإمكانية أنهم يشاركوا في الحياة اليومية في حياة في البلدية متاعهم. تعثر مسار مناقشة القانون تسبب فيه بالأساس الفصل المتعلق بمنح الأمنيين والعسكريين حق التصويت في هالانتخابات. حبدنا لو ما نستنى شوية لمن الانتخابات تقع في وقت لاحق، ولكن احنا نحترم إرادة الشعب وسنطبق هذه القانون بحذافيره، وسنعمل على أولا أن يقع احترام هذا الحق. المشروع رافقته انتقادات عديدة من مختلف مكونات المجتمع المدني في مجال مراقبة الانتخابات، كما منظمة عتيد وشبكة مراقبون اللي اعتبروا أنه مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يقصي الأحزاب السياسية الصغيرة، وهي مسألة مرفوضة من وجهة نظرهم بالنسبة للانتخابات البلدية، بالإضافة لنقاط خلافية عديدة متعلقة بنظام الاقتراع ونظام التمويل والتناصف الأفقي واختيار رئيس المجلس البلدي أو رئيس المجلس الجهوي وتمثيلية الشباب. نظام يبدو معقد وينجم يخرج بنتائج غير اللي سعى لها المواطن، كما أنه مثلاً يصوت بكثافة المترشح ويتحصل على أغلبية الأصوات، لكن نظام الاحتساب يحط مترشح آخر على رأس البلدية. نربح وما نجمش نسير، ماشيين لتفكيك الدولة وماشيين لتعطيل المشاريع المحلية وتعطيل شأن المواطن بالطريقة هذه. معنا اليوم نحكيه على ديمقراطية على القياس، ديمقراطية للأحزاب الكبرى، حتى الأحزاب المتوسطة ولا الصغيرة ولا المستقلين ما عندهم تقريبا حتى شانس، مش باش يربحوا، ما عندهم حتى شانس باش ينجموا يشاركوا. الانتخابات البلدية والجهوية هي أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة، وهي أول انتخابات جهوية في تاريخ البلاد. تهدف هالانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في بلديات تونس 350، والمجالس الجهوية في ولاية تونس 24، ويبقى الآن على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد نهائي لإجراءها بعد ما تعهدت أنها تكون حاضرة خلال 8 أشهر من تاريخ المصادقة على مشروع القانون. شنو دابيك سي معز، شنو قراءتكم كجمعية عتيد للقانون الانتخابي؟ والله قراءتنا معناتها للموضوع هذا يظهر لي طلعتوا عليها في العديد من المراحل عبر وسائل الإعلام إلى آخره، والموضوع نتبعوا فيه سي مستوى عنده أكثر من سنة، وأكثر برشا من سنة، لأنه يحكيوا على 7 شهور. 7 شهور كيتعرض على الجلسة العامة، الخدمة اللي تخدمت قبل الجلسة العامة عندها عام وعام ونص إلى آخره. ونحن كمجتمع مدني ما عطناش في المجال هذا عتيد بالذات، معناتها حتى عطينا مبادرات نتاع اقتراح في الغرض للتعديلات للتحسينات إلى آخره، لكن مع كل أسف يمكن سي سلاح قبليك وانا نسمع في بداية الحوار على المشاكل الاقتصادية في البلاد، وقت اللي يستعمل الكلمة يستعملوها التوانسة في العام، وقت اللي الشيء يغلبهم يقولوا باع، فهمني؟ غير انه معناتها نعرف شكون اللي يقول باع من فصيلة الخلق، نعاش وما ناش نقولوا باعنا، على خاطر فما مواضيع تهم مستقبل البلاد والعباد حتى عن نطاق مش المحلي. قرب تحل بابك تحب تشوف حشاك هز وزبلة ما هزوش، تحب تشوف تروتوار نتاعك نظيف ولا مش نظيف، تحب تشوف فما كريش ما فماش كريش، تحب تشوف المستوصف يخدم ولا ما يخدمش، تحب تشوف الإنارة تمشي ولا ما تمشيش، تحب 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 تحب. باش نقول لك أنا بكل صراحة قراءتنا واضحة للغرض هذا. قراءتنا كون القانون هذا تحسب وتترز بتريزة لويس 16 في أيامات ما نجمش يترزها،
على خاطر يخدم مصالح معين، واللي يسرق يغلب اللي يحاح. معناتها حكاية الفصل هذايا ثلاثة متاع ترى حق الأمنيين في الانتخاب ولا خذا أكثر من 3 أشهر. والحال كون قلناه راهو قلناه من نهار الأول راهو مستحيل باش يحرموهم الحق هذا يا ولادي، معمولكم الربي، راهو نعرفوا النتيجة، أعطيه الرسمي، أعطيه الصحيح للناس، ما تجيوش تخرجوا لبرا صوت لتصويت الأمنيين والأمنيين والأمنيين، قولش عليهم سيدي شريحة أخرى والدستور أعطاهم الحق والأمر واضح. وقت اللي تدخل أنت معناتها حكاية زوز فصول هذوما في الأخر نساو الناس الكل من الإعلام من مواطنين اللي بيه الفايدة الأساس، كيما مثلا نظام الاقتراع اللي هو نظام اقتراع فريد من نوعه في العالم أجمع. دور العالم خصوصا نحكي على الدول الديمقراطية ما تلقاش نظام الاقتراع هذا في حتى بلاد في العالم على النطاق المحلي نحكي. علاش؟ مش على خاطره غير ديمقراطي ولا كاللغة هذيك، ليه؟ على خاطر غير ملائم للسلطة المحلية فقط. وهي حتى في الدول اللي تحترم شعبها وناسها على النطاق المحلي قليل 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 بلاد تلقى فيها نظام اقتراع واحد لكل البلديات مثلا، لأنه فما معطيات جغرافية، فما معطيات بشرية، فما معطيات ديمغرافية، فما معطيات اقتصادية، فما معطيات العديد العديد من المعطيات اللي تخليك تقول لا. مثلا البلديات اللي بين اللي تحت 10,000 عندهم نظام اقتراع معين، بين 10,000 و50,000 عندهم نظام اقتراع معين اخر، وفوق 50,000 مثلا عندهم اقتراع. تو هل يعقل يعقل معناتها بلدية ناخذ ديما المثال نتاع بنيمتير 792 مواطن، مش ناخذ 792 معناتها الناس كل تعرف بعضها بالواحد 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 بالواحد، جي تعطيها نفس نظام الاقتراع نتاع بلدية كما بلدية تونس 660,000، هل يعقل؟ هذا مش موجودة في حتى بلاد. اصلا فما بلدان مثلا لي ميغابول العواصم الكبرى كيما باريس مثلا تلقى عندها نظام اقتراع، الدوائر الانتخابية الناس تمشي تتصوت للدوائر الانتخابية، ما تصوتوش كوم شو اللي المير نتاع باريس من بعد تصير العملية، فهمني؟ بالتالي هذا قلناه وعودنا قلناه وكي تحسبت. والغريب الأمر، الغريب الأمر، ونأكد لك 80% بحكم متابعتنا للغرض أعضاء مجلس نواب الشعب لم يتطلع ما تطلعوش على قانون مشروع قانون الانتخابات كان في الأسبوع الأخر، وما هوش فاهمين حتى المحتوى نتاعو. فما ناس تو تكلم فينا من النواب تقولنا بالله كيفاش البارح تقول هكا، شنو الخطر اللي تحكي عليه؟ كان من المفروض على الاقل وقت اللي كان فما المجلس الوطني التاسيسي الكتل كان يستدعاو منظمات المجتمع المدني باش يحكيو ويتحاوروا حتى في جلسه مغلقه راهو باش نبديو الراي من مختلف الالوان باش الناس نراه، يمكن خاطر نحنا في قلبه ونتبعوا فيه ونعرف الموضوع بكدا وحافظينه وشاربينه نعطيو الباهي ونقولوا الخايب ونقولوا ها ومن وجهه نظرنا. علاش؟ خاطر نحنا ما عندنا حتى غايه سياسيه ولا حزبيه، اون سون فو توتالمون، اللي يهمنا هو كيفاش نخلطوا بالمشروع هذايا نخدموا مصلحه المواطن. غدوه البلديات سي معز شادة في علمك بريسك، خاطر عملنا سيميلاسيون راهو في عتيد حتى حد ما مش يحكم. كيفاش؟ حتى حد ما مش يحكم. وقت اللي تجي انت ريتو مجلس نواب الشعب، باش نسهلوا الساده المشاهدين باش ما ندخلوش في امور تقنيه، ريتو المشهد التركيبه نتاع مجلس نواب الشعب غدوه غدوة باش تلقاها على النطاق المحلي، ريتوا الإشكاليات الكبرى المطروحة على النواب باش تصادق على قانون ولا فصل تضرب عام. ووقت اللي تبلوكيت الأمور في كما في القانون الانتخابي، السيد رئيس مجلس نواب الشعب عيط الرئيس حزب قالوا بجاه ربي إيجا باش تدخل فماشي ما الكتلة متاعك ترجع على موقفها باش نجموا نقدموا، وما سمعوش وما سمعوش، ما خذوش بخاطر والامور قاعد تبلوكي. بلا غدوة كي باش تصير اشكال، لانه التركيب الباتشوار كذايا اللي باش نلقاوها على النطاق البلدي كي باش تصير مشكله في بنيمتير ولا في مسجد عيسى ولا في قبلات، باش يجي رئيس الحزب يقول لهم جاه ربي، ولا باش تصير لجنه توافقات، شنو هذا؟ شنو هذا؟ على شكون نستهزئوا؟ رانا نبهنا عليه الكلام. وتعرف هذا كله علاش ولا؟ لانه فما اطراف تحب تلقى روحها متواجدة في كل البلديات مهما كانت الظروف ويلعن مصلحة المواطن ومصلحة درشو. اللي هم شكون الأطراف؟ أطراف معينة، أحزاب معينة. وقت اللي تعمل أنت تاخذ، نحن عندنا لي بي في نتاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل بيرو بيرو على تونس الجمهورية كل، وعملنا دراسات في الغرض. تجي كان تاخذ توا وتحلل وتخرج الدراسة باش تلقى أكثر من 70% من البلديات، أكثر من 70% أقصى حد باش يكونوا فيهم زوز أطراف، فما بلديات باش يكون فيهم طرف واحد.
فهمني؟ زوز اطراف ديما متواجدين، معناتها نحكي راه ديما متواجدين. علاش؟ على خاطر وضع اليد على السلطه، يلعن ابو السلطه اذا كان باش تحكم فينا كيما هكا. كرهتها السلطه، انا الكلمه هذه كرهتها. علاش؟ على خاطر اذا كان تحب تركب على ظهري. قلبك معبي سي معز. لا قلبي معبي، تعرف علاش؟ خاطر يا معز خويا عنا عامين ونحن ننبهوا على الشيء هذا، وراه الغريبه اونوف اونوف يقولوا لك صحيح عندك الحق، والله والله انا نحلف في منبر تاع تن، فما نواب يكلموه ويقول لك خاطر حكيت معاه قنعته، ويقول لك ايه انا هذاك موقفي وانا نشاطر وكذا وكذا في جلسات رسميه ولا في اونوف ومسجله في المجلس نوتر، ومن بعد يجي تكلمك تقول لك ما تعرف فما الانضباط الحزبي فما كذا انا مجبور. انت على قرك مثل الشعب خذ موقف من الغرض. نحن نتمناو تو انا نتكلم من المنبر هذا اللي مازال مشروع القانون هذا بين ايدين السيد رئيس الجمهوريه ينظر على الاقل في 3-4 نقاط لا اكثر ولا اقل. اذا كان هو حسب ضميره سونامي كونسيونس ضميره هو وهو يعرف الشيء هذا يرى اللي فما زوز نقاط على الاقل يلزم نعاودوا نرجعوها باش نجموا نخدموا مصلحه المواطن على القرب. علاش يا معز خويا الاشكال؟ الاشكال نحن خوفنا منيش، خوفنا منيش. نحن كمجتمع مدني نقولوا اخر فرصه للمصالحه الحقيقيه على الاقل على نطاق الاخلاقيات السياسيه بين الحاكم والمحكوم في تونس يا سلاح، بين الناخب والمنتخب، راهي هالفرصة الأخرى نتاع الانتخابات المحلية. محلاك يا سي معز غدوة تمشي تعمل حملة انتخابية ويتشف من بعد المواطن اللي أنت اللي الناس تعطي فيك الثقة على النطاق المحلي ومعروف تكذب عليها. إيش قعدنا وقت نحكيو على الاقتحان على الاقتحان ولا شنو نتاع معناتها الناس مغشة مفرقتها الاحتقان الاحتقان سامحني الاحتقان والله العظيم في عتيد كان شوف تقارير تاع مكادمية جوية في بعض الأحيان مخك يقف. فما برشا بلايص تغلغل راهو تزيد أنت الناس كلها راه تستنى في الانتخابات البلدية يكذب عليك اللي يقول لك راهو مش يتبع فيها المواطن خاطر الناس بفدت من النيابات الخصوصية وقولوها بكل صراحة. فما بعض النيابات الخصوصية مازالت اليوم تخدم ما عندها حتى جدوى بل بالعكس تضر كيما النيابات الخصوصية نتاع المرسى كيما نيابات خصوصية. فما نيابات خصوصية ما عندهاش حتى بسيدي بوزيد الخدمة الكل على ظهر كاتب العام نتاعها عنده دار قداش من 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 عام به لهنا. إذا كان قعدت لنا هالفرصة هذي علاش نراتيوها؟ علاه؟ ما يسالش ولو لمرة لمرة نخموا على المصلحة العامة على القرب. خلي المصلحة الموطنية والخارج والعقارات مع الخارج والجزيرة والقطر والتركي خلي خلي تود مادم ودماغات الكبيرة وكل شيء يخدموا عليها مش مشكلة. أعطينا يا خويا على الأقل حشاك على الزبلة على النظافة على الإضاءة على التنوير على الثقافة على النطاق المحلي على الرياضة على النطاق المحلي الواحد شيء. فما حد شيء يجي ويقول لك في القانون هذا مثلا الشباب على 3 الأولانيين يلزم واحد اكسينون وبدر خرق عليهم بعد كل 6 يلزم واحد بلاه هم لهنا في البلاتو فيهم شي واحد عنده فكره حتى ترفع القانون الانتخابي شقى ما عنده حتى فكره احتياجات خاصه وانا ما نلوموش خاطر مش باش يوصل الشباب اذا كان باش يوصل ويحكيوا عليه بكل صراحه اذا كان عنده حظ باش يوصل للسلطه المحليه باش يقام على الاحزاب باش يقام على الاحزاب وكونترير انا من وجهه نظر نتاعي بما انه نحكيوا على الانتقال وتحول وانتقال وكذا إذا كان الشباب هذا يحب بالرسمي ياخذ بزمام الأمور ويبرهن اللي هو مش كيما الكلام اللي كنت نسمع فيه في روبورتاج قبيليك مش لازم نرجع له فهمني يبرهن يزمو يقف على روحه وحده ويكون على الأقل يبدأ المنطلق الأول أنا الطلبة نتاعي هذاك شو نقول نقطة البداية هي النطاق المحلي يا خويا افرضوا وجودكم على النطاق المحلي باش تفرضوا وجودكم على عملوا قائمة شوفوا كيفاش تخدموا المصلحه خذوا المعطيات من البلديات وبداوا تكلموا ثقفوا رواحكم في الشان العام ثقفوا رواحكم في الشان السياسي راهو مهم جدا السياسه ليست الاحزاب السياسه حاجه اخرى ارقب برشا من اللي يعملوا فيه الاحزاب السياسه نحن في تونس نقول لك انا بكل صراحه ماش حاشتنا السياسيين ماش حاشتنا السياسيين حاشتنا بالسياسه وفرق بين السياسيين في تونس والسياسه وهذا اي واحد مطلع ويشوف يتبع في الشان السياسي في تونس ولا في الخارج والدول الديمقراطيه كيفاش تعمل في السياسه اعطوا تفهم شنو معناتها انا الحاجه الوحيده اللي نطلبها من هنا وتو نرجعوا اذا كان فما بعض نقاط اخرى على خاطر باش تعمل انت انتخابات غدوه غدوه باش تعمل انتخابات بلديه في ظل غياب قانون ينظم البلديات بالله تعمل فيه علاش شنو باش تبدل باهي هاك جبت يا سيدي جبت احسن ما عندك في تونس وشدوا البلديات لكن مجرد من السلطه السيد تعرف شو يقول القانون تاع الانتخابات مخك يقف
الفصل 137 جملة وفقا لمقتضيات فصل 148 من الاحتكام التاتي مش لازم نرجعوا له بباب السلطة المحلية يتواصل العمل بأحكام القانون الأساسي على البلديات عدد 33 سنة 1975 تتحبني ما تقطع شعري شنو تقول لي قلبك مغلق سي نورمال قلبي مغلق لي موز اللي يفهم شوي ويتبع في الماكينة من داخل سي نورمال تعرف شو معناتها بلديات غدوة غدوة باش ينتخبوا ويقع انتخاب باش يشدوا السلطة وهم مجردين بسلطة بأحكام شنو قانون 75 25 و 17 سنة 42 سنة تالي يا رب بيه. خلينا نسمع النواب باي نسمع النواب ترجع لك مدام انت صدقت عليه القانون الانتخابي صدقت عليه صدقت عليه وتو احنا حقنا نقدموا القدام معناتها الخطاب تاعك سي معز ما يظهر لي ما قدمش بينا برشا القدام وبون حتى وكان يمكن ماهوش معناتها الموت سكوتان ماهوش مثالي ولكن هاو باش نجاوبك معناتها كيفاش انت القراءه نتاعك حسب رايي معناتها خاطئه اول حاجه قلت ماهوش هذا النظام ماهوش معمول به في حتى بلاد ديمقراطيه على النطاق المحلي ارجع شوف ايطاليا في لي كومون عندهم نفس النظام الاقتراع ايطاليا اي حاجه اقدم المعلومه ريم اقدم معلومه قبل ما جي خاطر سمعتك قلتها في بلاتو واحد اخر دوك حضرت شويه درسي قبل ما نجي اللي قال لك ما اللي عطاك المعلومه غلط شوف احنا لهنا انت لهنا كانك تحكي كانك فما عندك موقف عدائي من الاحزاب وهذا حقك معناتها كانك ما حاجتكش معناتها من الاحزاب والطلبه نتاعك تنصحهم باش يعملوا سياسه معناتها يعملوا قوائم وحدهم وهذا معناتها كل واحد راي معناتها هذا ولكن لهنا فما دور كبير للاحزاب والمجتمع المدني باش نقدموا هذه اول مره باش نعملوا انتخابات بلديه واول مره باش نمارسوا الديمقراطيه التشاركيه والكلام اللي كنا نحلموا به الكل وصحيح حاجه مهمه ياسر ومرحله مهمه ياسر في بلادنا انت تقول ان نظام الاقتراع هذا نتاعنا ينجم يعمل لنا مجلس يلزم نعملوا له لجنه توافقات نحب نقول لك اللي المجلس البلدي ماهوش بالكل كيما مجلس تشريع علاش خاطر هو مجلس تنفيذي ماهوش مجلس تشريعي واحنا لهنا كي نعملوا لجنه توافقات نعملوا لجنه توافقات ما بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه باش نلقاو ما بيناتنا كونسنسوس لهنا المجلس البلدي اللي تحكي عليه انت هو مجلس تنفيذي كيما انت كاينك تحكي على حكومه توا اللي فيها حكومه وحده وطنيه من كل فئه وفئه ما لما تنجم تعمل حتى شيء واقفين ما نجموش ياخذوا معناتها هذيا سي ان بو اكزاجيري صحيح ان النظام الاقتراع يعطينا موزايك ولكن احنا حدينا منه بالعتبه اللي حاطين 3% فما عتبه ثم تمويل موش مسبق استرجاع مصاريف دونك القائمات اللي غير جديه ماهيش باش تعمل ماهيش باش تتقدم دونك حدينا شويه رشدنا شويه الترشحات علاش في الفتره هذه وعملت دي سيمولاسيون زي كيما انت عملت دي سيمولاسيون انت هنا سمعتك اللي تحكي على نظام الاقتراع 50 زائد 1 معناتها 50 القائمه هذه هون اللي تدافع عليها انت على لا لا على دورتين ما فماش كان هذاك ما دافعش على منظومه لا ما يعطينا نفس معناتها ابوبخي لا ميم شوز كي نعملوا العتبه معناتها ما يتبدلش حاجه كبيره ياسر انت كيف يجيك مجلس ام الاخير تحب انت يجيك مجلس بلدي من لون يا ريم بربي مثال سامحني مثال والله نحكي كيفاش يتبدل كيفاش يتبدل اعطيني باش الناس تفهم كيفاش يتبدل كيفاش يتبدل الوقت ضيق وما تقول انا ما عنديش لا لا نعطيك انا بالحق ما يتبدلش يا ريم يتبدل كيفاش يتبدل كيفاش تقول لي 50 زائد 1 ما يتبدلش لا فماش فرق كبير ما بين قلت لك 50 زائد 1 ولا اللي تعدى في الاخر يجيو كيف كيف فماش فرق كبير ما بين النوم والنسيج عندي سيمولاسيون عملناها معناتها مش فماش فرق كبير نمشيو احنا في النظام الاقتراع اللي عندنا ما نقعدوش لو ما عندنا هذايا قانون احنا نحكيو عليه باهي انت تقول باش يجيك مجلس بلدي باتشورك ولو انه بالعتبه ماهوش صحيح معناتها باش يجيو يمكن زوز ثلاثه احزاب اربع احزاب انت ام الاخير عندك مجلس بلدي متنوع فيه العديد معناتها من الحساسيات ولا تحبوا من لون واحد نقعدوا نرجعوا كيما قبل نخدموا كان المصالح نتاع العبيد نتاعنا ونعملوا ولا فما رقابه داخليه وشفافيه والناس ماهوش صحيح اللي باش يعمل بلوكاج على خاطر الرئيس باش يكون منتخب من شكون؟ من الرؤساء الكل باش يكون اوبليغاتوارمون باش يصيروا تحالفات على خاطر اذا كان انت تجي انت شنو حاجتك؟ حاجتك بالاغلبيه الرقميه
ولا حاجتك بالأغلبية بالحق السياسي. أنا نشوف فيه تحالفات في المجلس. لكن تكون دائما. دائما هي تكون دائما. ونظام الاقتراع هذايا باش يدز الناس تعمل تحالفات بالعتبة وبالتمويل اللي ما فماش تمويل مسبق وبالتناصف اللي موجود على القائمات الأفقي والعمودي باش يدز الناس أنها باش تمشي تعمل تحالفات. وهذه حاجة إيجابية. يمكن ما هوش 100% معناتها مثالي، ولكن أنا نطلب أنه هذا الكلام معناتها نسبوه شوية، على خاطر عملية يلزم ينخرط فيها المواطن. كي يسمعكم المواطن تو ما عاد لا يمشي لا ينخرط لا في انتخابات بلدية ولا عاد يشارك في حتى شيء، يقول سيء هذا ألوغكو سي ماهوش صحيح. معناتها نكونوا أن بو معناتها أوبجيكتيف. وليد، أنا نحب نبدأ كلامي الناس كل نحكيه على نظام الحكم ونظام الانتخابي. الفترة هذه من 2014 لتو في البلاتوات ناس نحكيه على تقييم نظام الحكم ونظام الانتخابي والتوافقات، والناس تنقد في التوافق والتنافق إلى آخره، وناس كل نقوله يلزم مراجعة يا إما القانون الانتخابي أو نظام الحكم، فما حاجة ميش ماشية في العلاقة بين السلطات الثلاثة. أولاً تعرف القانون هذا أتعس من حتى من القانون الانتخابي اللي يخص من نواب الشعب. مجلس نواب الشعب على الأقل كي ما تجيبش أغلبية بالدستور يقولك الحزب الأول هو اللي كون حكومة. هذا تنجم تجي نحكي خاصة على الفصل 117 الفصل الكارثة فيه. صار المسألة متاع الأمنيين حجبت عديد المسائل وعديد الإخلالات، منها كي نقول أنا باش نوضح للتوانسة، أنا نجم غدوة نصوت لقائمة معز نلقى برهان رئيس بلدية، لأنه يقول لك هو رئيس البلدية. رئيس البلدية هو رئيس، ينجم يكون أي رئيس قائمة، ماهوش بالضرورة من القائمة الأولى اللي فازت. هذا حتى الدستور في تكوين الحكومة معناها القائمة تربح، يلزمك يلزم الحزب، يقول الحزب الأول سنة خلينا نفهم القائمة تربح والرئيس يجي من جيلولة تنجم تجيب 20% تنجم تجيب جيلولة تنجم معناتها وين شكون الثاني يجيب 15% يجي من الرئيس يجي منها السيمولاسيون يعمل هو تحالفات. شنو نقول السيمولاسيون اللي عملها معز السيمولاسيون اللي عملتها ريم وعملها معز حملة انتخابية خارجة من الاستقطاب الثنائي صديقتي العزيزة. معناتها خرجنا من الاستقطاب الثنائي معناتها، ورغم هذه حتى السيمولاسيون كي تعملها اش تلقى في مجلس نواب الشعب التركيبة هذه بالضبط تعطيك عندنا 9 نواب فقط تحت العتبة نتاع 3%. كي تجي تحط للناس اللي خرجت في مجلس نواب الشعب تلقى كانت 9 نواب فقط، 9 نواب جديد، معناتها مش في غير برشا في المجلس. 3% العتبة هاو دليلي هو ماهوش في غير حتى شيء. غدوة واش نجمو نلقاو؟ نجمو نلقاو مجلس نيابي 10 من الناس، ناخذ مجلس ب 10 باش يفهم المواطنين. الحزب الاول جاب 4 في اكثر حالات. نقول لك شنو هي العتبه؟ العتبه هاني قلت لك في مجلس نواب الشعب كي تحط سيميلاسيون تلقى 9 فقط، معناتها مش باش تبدل تلقى 10. الحزب الاولاني جاب فيه 4 مقاعد، خذا 4 مقاعد، الحزب الثاني 3 و2 و1. تصير تحالفات حزبيه او قوائم، تخلي الحزب تنجم تخلي الناس اللي مشات صوتت له ما لقاتوش يحكم. القاطر مشات صوتت قائمة سي معز، القاط وليد جلاد رئيس بلدية. ما جابش الأغلبية الموجودة. وصارت تحالفات والقانون بأكبر البقايا يلز اللي أنت كونك ما تجيبش الأغلبية الموجودة. احنا شكنا؟ قلنا القائمة الأولى اقتراح تقدمت بيه الحكومات زادا، راني مانيش اللوم في الحكومة، لا حكومة حبيب السيد، لا حكومة يوسف شاد. سويون كلير، لأنه الاقتراحات جات من حكومة بالسلطة التنفيذية حتى جات 3 اقتراحات، جات حتى نظام الاقتراع كون القائمة الأولى تتحصل على 50% زائد 1 مهما كان أصواتها 20 حتى كان جيب القائمة الأولى 30% يمكنها اقتراح جابته الحكومة كانوا تاخو 50% من المقاعد باش تنجم تسير المرفق العام. راهو صحيح لجنة التوافقات هي بين الكتل والسلطة التنفيذية، لكن غدوة أتعس اللي قالته ريم أتعس، لاني انا غدوه اليوم قدام سلطه تنفيذيه، كيفاش اذا كان ما عنديش اغلبيه مطلقه كيفاش باش نسير المرفق العام؟ راهو اغلبيه مطلقه ما تمنعش من المعارضه، قلنا كي يكون 51% القائمه 49% باش يكون قوائم معارضه، باش يكون تنوع مشهد متنوع، فماش حزب واحد.
إذا كان مش يكون 51% قائمة اللي صوتوا لها الناس وجابت أغلبية هي تسير المرفق العام، هذا ما يمنعش ال 49% راهو باش يكونوا معارضين، 49% باش يكونوا متنوعين. لكن اليوم نمشي نصوت أنا، هذا سلب إرادة الناخب. علاش حتى القائمة الأولى ما مشيناش في الدستور؟ الدستور شو يقول لك؟ روح الدستور في الانتخابات التشريعية الحزب الأولاني مهما كان هو، مهما كان نسبته هو اللي كون الحكومة يجبروا تكوين الحكومة، هذا ما يجبرش، ما يجبرش لا 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 يقول لك يعمل ما نجمش، يقول لك يلزم رئيس الحكومة. المشكلة اليوم هاو المشكلة وين معز؟ مشكلة الأمنيين تحجبت برشا مشاكل، راهو فيه مشاكل، لكن مانيش موافق معز يقول لك على الجمهورية. الجمهورية دستورية ما عندوش حق يمتنع على إذا كان قانون دستوري عنده رد لازم يعطي من بدرة يرجعوا أما هو موجود القانون مش مخالف للدستور، القانون مش مخالف للدستور، حق الرد يرد على المجلس لكن ما هوش مخالف للدستور. هذا شنو هو؟ شكون شكون يحب هذا؟ علاش الناس كل ساكتة ما سمعتوهاش؟ حتى الإعلاميين واش ما سمعتوش؟ لأنه القانون هذا يعاون الحزب الصغير والحزب الكبير يلقى حسابه والحزب الصغير يلقى حسابه. كيفاش؟ الحزب اللي يقول لك أنا نحب نتواجد في جميع الدوائر البلدية، كانت نحي لي كقانون أكبر البقايا نجم ما نتواجدش. والأحزاب الكبرى يقول لك أنا نحسب، أنا نجم نكون، لكن إذا كان يكون الحزب الأولاني نجم نضحي برئاسة المجلس وناخو التعطيل للمجلس. راهي مشاريع غدو المرفق العام، راهو غدو باش نجيو قدام مشكله كونه ما نجمو نمروا حتى ما اذا كان ما عندناش اغلبيه مطلقه ما نجم. معناتها تحط انت شوف سهلت لك المس، انت انتخبت قائمه معز بن غربيه جات الاولى في بنزرت، ما يكونش هو رئيس بلدي، ما تحكمش، يتكتلوا عليك القوائم الاخرى الكل تكون انت في المعارضه. صافا صحيح، هذه سلب صحيح ولا صحيح؟ هذا هو. وانت رابح علاش نقول لك سلب اراده الناخب؟ انا مشيت صوت نحب سي معز، سي معز جلول، انتم بتكتلاتكم الضيقه تخلوني في المعارضه تتحايلوا على اراده الناخب؟ صح عندك ما تحكي في الانتخابات هذا شغل انا باه حسبت هو حتى الحركه معاه القانون راه يحب يتواجد في كل شيء، حزب صغير يحب يتواجد في جميع البلديه. ربي كبرنا في طاعته هكا حزب صغير مالك فهمت كذا؟ على كل حال هو مفرد وان شاء الله يلتحق بحزب باهي، معناها احنا انا في حزب صغير ان شاء الله يكون حزب ولا يلتحق ندخل. تفضل سيدي. طبعا احنا عندنا راي في الموضوع هذا وبالنسبه لنا هام جدا، ليس فقط الانتخابات البلديه وهو ايضا موضوع في البيان الاخير نتاع المجلس التنفيذي اللي صار نهار السبت، راهو الموضوع يتعلق بالباب السابع عموما والنقاش انا بايجاز كبير. الباب السابع راهو من الدستور محل فرز حقيقي وهو الثورة الحقيقية وهو البناء الديمقراطي الحقيقي، والضرب الآن على دولة المركز هو انتصار للنظام القديم نتاع أنه فما عصابة صغيرة هي اللي تحكم، تحكم في كرتاج زادة فقط، هذوما اللي كرتيل، وهذا هو اللي يتكلم عليه الشفافية اللي حكي عليها صندوق النقد الدولي واللي نحكيوا عليها احنا كتيارات معارضة. عصابة الكرتيل، عصابة تنظيم اجرامي للدولة. احنا عصابة ورسب راس يا احنا، هذا رايي يا سي وليد. كنتوا عصابة في كرتاج انتوما يا سي وليد؟ مرزوقي كان عصابة في كرتاج. انا هذا رايي، انا ما قصيتش عليك. لا تو تقول عصابة، راه مفهوم الدولة يا عيال، يا ما فهمتش. مسؤول احنا في ثورة يا ودي، احنا في ثورة منك كان في العصابات في راس براس يا سيد. قريت الديباجة نتاع الدستور اللي انت بمقتضاه تجلس، راك في عندك استحقاقات ثوريه، فما ثوره في البلاد قامت على نظام انا ماشي في اللامركزيه، فما عصابه تم طرشها. شنو هو ضربه هذا من اللامركزيه؟ ودي هذا هو بالعكس، ما عنده حتى شيء. راهو الاساليب هذيا معناها مش اساليب، العصابه قديمه ياسر. خليك راهو باش يكملوا، راهو مش كي تخص العصابه مركز ونعرف شنو نقول لك. على عصابه انتم كنتوا عصابه في كرتاج يا ودي، انا ما كنتش في كرتاج. عايش خويا سي معز كيفاش توني قصدي؟ تفضل سي عياض. احنا الباب السابع هذا هام، يلزم يفهم المواطن وانه فما تعويم وتركيز بالفعل. هو قال كلمه صحيحه، هذا موضوع الامنيين والاخرين الهدف منه هو تاجيل الانتخابات، ولكن فما اخطر، وانه نحكيو كان على الانتخابات البلديه في حين وانه الانتخابات الجهويه راهي استحقاق دستوري اهم، وراهو بالفعل كما قال الاستاذ ممثل المجتمع المدني، راهو مش قضيه تنتخب شنو هو الصلاحيات اللي عندك. اذا اليوم السلطات الاداريه والسلطات الماليه منظمه بقوانين
وانتهاء عهدها ومبنيه في فلسفه نتاع الدوله المركزيه. ما فماش وكلمه قالتها ريبسوس ريفيراتور وانه هذه سلطه تنفيذيه مش سلطه تشريعيه. معناها راهو باش نعطيهم شويه. هذا هو الفكره نتاعهم. قاعدين تتعدى جماعيه على مجلس الاداره. ما زال فما قانون في 360 فصل 401 فصل ولا هذاك المفروض حاضر خلينا نعطيو راي هذايا اليوم اليوم واضح وانه ما يحبوش يعملوها الانتخابات البلديه وهذا اللي تحدثنا عليه في البيان كما ما يحبوش ينصبوا المؤسسات الدستوريه وما هيش باش تاقع التنميه الحقيقيه وما هيش باش يصير التمييز الايجابي للجهات كما جاء في الدستور اذا كان الجهات ما تاخذش السلطه نتاعها ويتنحى النظام نتاع المعتمدين ويتنحى النظام الوالي عنده صلاحيات معينه. الحاجه الاخيره نقولها سي معز بالفعل هو النظام الانتخابي راهو في الديمقراطيات حتى المركزيه اللي كيفنا كما فرنسا ما نحكيش على ايطاليا راهو سي لا نيغاسيون دي بارتي ما فما هذه محليات هذا النهج باش نعملوه في دارنا وموضوع تصويت الامنيين فالديمقراطيات صحيح الامني لكن هل يصوت ويدخل في الموضوع هم اللي جابوا الامن نحاول العسكري باش تفهم اللي فما مقصود معين. اثنين اليوم احنا تعافيت المؤسسه الامنيه انا نعطيك عينه واحده اقرا ساعه اليوم تقرير تاع امنيستي انترناسيونال وانه تعذيب رجع والى اخره. احنا تو اجتماع تاع مناضلين في حفوز يكملوا الاجتماع بحضور الرئيس المرزوقي شخصيه اعتباريه ودوليه يجيهم يقول لهم يلموا في الكراسي شكون اللي حضر في الاجتماع نعم وقدم نفسه انا راني رئيس فرقه الارشاد السياسي هذا موجود في تونس طبعا احنا قلنا له انت برا روح اش دخلك فينا قال لي باش نحميكم لا ما تحمينيش سيدي بارك الله فيك بحيث هذا باش يحسني انا على الانتخابات ولا باش يصوت معايا ولا باش ما يخلينيش نصوت اذا كان انا بعد حملات الشيطان اللي راهو فيها لازم نفهمه. ورغم ذلك ورغم ذلك نحن نعتقد اننا في بناء ديمقراطي وسنشارك في هذه الانتخابات ومعناها وسنكون ايجابيين لانه بالفعل هالقليل اللي خذيناه على الاقل نستغلوه ورانا يلزم نفهم رواحنا وانه لابد من المرور للاستحقاق القادم اللي هو الانتخابات الجهويه وسريعه. سيح نعطيك باش نعطيك كلمه الختام لك. شوف يعني معناها اولا لابد ان نقول بانه رغم ان هذه الخطوه تاخرت كثيرا خطوه اصدار القانون لكن نجم نقول للتوانسه بانه هي خطوه ايجابيه واننا سننتقل الان بعد تنظيم هذه الانتخابات من بلديات ذات لون واحد الى بلديات متعدده الالوان. الحاجة الثانية وهي يلزم تعميق النقاش بشكل كبير حولها شنو هي أهمية هذه الانتخابات البلدية والجهوية. أنا في رأيي أنه الآن نحن نعيش في نظام ديمقراطي جديد لكن النظام الديمقراطي هذا مازال بعيد شوية عن المواطنين. يعني المواطنين يمشي وشاركوا في الانتخابات بنسب معينة وطلعوا أعضاء في مجلس النواب وفي وبعدين تشكلت حكومة وائتلافات حكومية. المواطن مازال ما شاركش في العملية الديمقراطية بشكل مباشر مازال ما يعرفش كيفاش أنه كيف هو الذي يمكن أن يقرر ويضع السياسة على مستوى محلي وكيفاش ممكن يتابع ويلاحق البلديات والهيئات الجهوية. فبالتالي الانتخابات البلدية والجهوية هي التي ستنقذ النظام السياسي الديمقراطي وتعطيه بعد وتعمقوا على مستوى التواصل المباشر للمواطنين وبالتالي هذه انتخابات لابد أن تكون انتخابات المواطنين. المشكلة شنية؟ المشكلة هي أنه الحقيقة القانون حاولت نتبعه بشوية بشوية هي قانون الأحزاب السياسية. يعني الأحزاب الكبرى والأساسية هي التي صاغت القانون كما يحلو لها أو كما يتمشى مع مصالحها وبالتالي اللعبة في نهاية الأمر على المستوى الانتخابي على المستوى البلديات هي بشكون لعبة الأحزاب. ولذلك تعاملت العتبة 3% وتولت قضية هي قضية تحالفات باش تقع بين الأحزاب السياسية. المواطن أنا شاركت في انتخابات المجلس التأسيسي وشفت كيفاش وحتى سي منصف مرزوق وقت عمل حملة على أساس المستقلين شو أهميتهم أن الأحزاب السياسية هي التي تحدد. شفت أنا شاركت كشخص مستقل كيفاش أنه ما لقيتش روحي على خاطر معناها الاحزاب هي تخلق الالات، الاله التنظيميه والاله التعبويه، وبالتالي تنجم تهمشك مهما كانت لك قيمه اعتباريه، فهمتني في 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 منطقتك ولا في الولايه نتاعك الى اخره، وبالتالي تحصرت امام اجهزه عندها المال، عندها البشر، عندها العلاقات، عندها التحالفات، والبعض منها عنده حتى مرتكزات من مؤسسات الدوله. وتجي انت معناها كمواطن وتعمل قائمه صغيره وكذا تضيع. الان ما وقع على المستوى الوطني باش يقع على المستوى البلدي
وبالتالي الشخصيات الاعتبارية اللي موجودة واللي كنا نستناها وأنها تلعب دورها وتحس بأنها هي طرف في بناء هذا النظام السياسي ستهمش بشكل معناها كامل. المشكلة الثانية اللي لازمنا نتعاونوا عليها وكيفاش باش نقنعوا بها المواطنين هي خطر العزوف عن المشاركة في الانتخابات، لأنه ما يجري في البلاد كلها بعد 6 سنوات يخلي برشا مواطنين شنو حكاية اللعبة الديمقراطية ولعبة الأحزاب السياسية هذه؟ وهنا انتخبنا ما وصلناش، وهنا انتخبنا ولقينا معنى عكس ما كنا نتمناه، فيخشى أن نسبة العزوف تكون كبيرة وقتها تكون ضربة قاسية. وهذا ايش موجود في نتائج استطلاعات الرأي؟ نسبة عزوف ستكون كبيرة ياسر في الانتخابات البلدية. هذه حقيقة معناها اختلاف. هذه موجود في استطلاعات الرأي الأخيرة. عندك ما تحكي في الانتخابات البلدية؟ لا أما لا بالحق في دقيقة برا يعني. باش نحكي ساعة لازمنا نعتذروا للتوانسة نص الليل غير بقى نحكي لهم على العتبة 1+4 والعتبة اللي أنا شخصيا والله لاني فاهمها اللي هي 3% معناها ما تجيش فاهمها تجيب اقل من 3% ما تعديش عتبه انا ذاك فما اغنيه عتبه ما جاش ولا هو حاجه من النوع هذا في الوعد هذيك هي الوعد هذيك عليها توانسه نقول لهم راهو بالديمقراطيه غدوا عندكم عيد الحب كل واحد يمشي ياخذ نواره لحبيبته لامه كان حبيبته لخطيبته لمرته راهو هذا تاسيس الانتقال الديمقراطي الحقيقي اللي نبنيو به الحب ورد بالكم نقول لكم هذه غير تقاليدنا هذه جوهر تقاليدنا وهذه جوهر اخلاقنا وهذا جوهر اللي علمهن نبينا كان يتكلموا باسمه باش يقولوا اللي احنا منحلين اخلاقيا لا هو اللي علمنا الحب وعلمنا اكثر من ذلك كيف نمارس الحب هاي سي ماس كملنا الحصه هاي بالحب بالحب ولا ترجع لهم العتبة ما ننصحكش نص الليل في العتبة ما فما كان مرتي ومرتي يتفرجوا فينا لا باش نعقب باش نعقب على كلام قالته اختي ريم باش نعقب عليك فرد وباش نختم بالحب باه صحيح بتبيع ما دامك ذكرنا في الحب هذاك هو صحيح راه التونسي كي تقولوا الحب مخو يخف ما عليناش بربي معناتها نحاول باش نزرب اول حاجه معناتها انا قعدت بات في موقفك سيرتو في شخصي وتقول فيه عدائي للاحزاب معناتها وجعتني الكلمه الحق نتاع ربي وخصوصا انت ريم تعرف اللي انا شخصي وعتيد بالذات ما عنده حتى عداء لحتى اي حزب وحتى حزبكم وقت اللي عيط لي باش نعمل مداخلات باش نعمل تكوين ولا احزاب اخرى باش نعطيهم محاضرات على التحسيس الانتخابي كيفاش يصير الى اخره ما عندنا حتى عداله للاحزاب وانا نقول التوانسه غلط اللي يخسر الاحزاب بنظره عدائيه راهو غلط فهمني معناتها ما نعرفش منين جاي معز في دقيقه وبعديك فما حتى معناتها كلام ما فهمتوش والله غريبه معناتها تقول لي انت المجلس البلدي مجلس تنفيذي في بالك اللي المجلس البلدي بالدستور يتمتع بالسلطه الترتيبيه وقت اللي انت تخسر وتجي وتقول من اهم المشاكل واللي فيها الفساد وفيها مثال التهيئه العمرانيه مثال التهيئه العمرانيه اين التنفيذ هي صاحبه القرار فيه هي صاحبه القرار ما عليناش باش ما نطولش ياسر على الساده المشاهدين من بعديك وقت اللي نجي ونقولوا هذايا طريقه الاقتراع هذه تحث على التعدديه وكأنه طرق الاقتراع ولا نظم الاقتراع الأخرى ما تحطش على التعددية بما في ذلك الانتخابات نظام الاقتراع بالأغلبية المطلقة على دورتين قولش عليهم فيهاش تعددية وقت اللي الناس الكل تعرف متفرج والناس الكل تبع في الانتخابات تاع العالم مش يصير في الدورة الأولى سي برهان ما هو تصير انتخابات للناس الكل ولا تجي الدورة الثانية تصير ائتلافات تصير مع اللي عنده 1% ساعات باش السيد اللي عنده 38% باش ينجم يخلط يبدا يتبع فيك اللي عنده 1 واللي عنده 2 واللي عنده 3 باش يخلط هذوما اللي عندهم 1 و2 و3 كل باش يمشيوا لسلة المهملات في بالك سلاح كان طلعت على قانون الانتخابات اللي جاب اقل من 3% مش ما يخوش مقعد مش مشكله هذيك الاصوات نتاعو ما يتحسبوش في الحاصل الانتخابي بلا الزبله ديريكت باش ناخذ سي معز يخدم بالحب باي بالحب باي بالحب بربي في الوقت في الوقت فما حاجات مهمة جدا، أنا مثالش سؤال ومن بعد نخدم بالحب. كان جاوبني عليه أختي ريم اللي نحبها ياسر ونعزها ياسر ونقدرها. مثلا ماي نائبة خدمة في المجلس على القانون هذايا ولا نائب نقولوا نائب خطأ شائع على النائبة دي نائبة نائبة نائب النائب السيدة النائب. مثلا يجي ويقول لك البلديات تحت 10,000 عندهم 12 مقر واللي بين 10,000 و50,000 18 وأنت ماشي لين تخلط 60 تنجمش تقول للساده المشاهدين وتجاوبني انا علاش اللي عندهم اقل من 10,000 12 ماهمش 200 علاش ماهمش 5 علاش مش 4 علاش مش 9 عليها 12 وعلاش الاخرين 18 وعلاش الاخرين 24 الى اخره علاش هذايا قعدوا كيما
البلديات كيما قبل ما ثم صارش عندك 10 ثواني لا 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 نتاع بن علي عندك 10 ثواني صلي على النبي عمر سامحني يا ابو علاش راه لكن ما في الوقت في الوقت 10 ثواني 10 ثواني باش نرجع لك تخدم بالحب 10 ثواني 10 ثواني هذايا صحيح واحنا قلنا لازم نعاودوا نراجعوه وما تراجعش انا معاك في هذايا وما تراجعش شام بلوكاج هو بيدو شام بلوكاج البلديات مش بتخدم حاجه برك حاجه برك في الوقت ما عادش نزيد وقت نظام الاقتراع على دورتين هذايا باش احنا مازلنا ماناش ناضجين مازالوا احزاب قاعدين في التكوين مازالت الساحه السياسيه تتبدل تحب تعمل لابيبولاريزاسيون اللي ما نحبوهاش معناتها تحبوا النقص معناتها باش يولي زوز احزاب واضح مدام حجوب باهي كلمه على الحب لا لا سو سامبلومون سي سامبلومون ناقشناه وان شاء الله نوصلوا له هاي اش عندك اش عندك اش عندك نحب نستغل الفرصه عنده 14 جنفي 14 فبراير توا نحب نقول الام راني نحبك نحب نقول امك راني نحبها نحب نقول المرت راني نموت عليك خلي مرتك على جنب نحب انت حكيت على الورد وراه الورد راه قلب الفلفل سيدي قلب الفلفل غدوه شنو الورد قلب الفلفل يا كريم راني سي سلاح مدام معجوب وليد جلاد ومعز طيب برهان صباح الخير نتلاقاو نهار الخميس صباح الخير نحب في عيالك